مظبوط إبراهيم آغا، كيفك حسني؟ أهلين يا بيك. وأنت كيفك؟ منيح. إبراهيم بيك عم يقولوا عنك أفلست، مظبوط هالحكي؟ يعني هيك شي تقريبا. يلا بخاطركم، مع السلامة. وهي رجعت يا صالح أوغلو. أنت ليش إجيت إبراهيم؟ ها؟ شو جابك بعد هالسنين؟ إجيت لأدفع الدين تبعك. دين شو بقى؟ هاي المصاري كلها لك، لأنه هاي حصتك من شغل التنقيب، حصتك من 20 سنة ليك قدامك، وإذا حطيتها بالبنك رح يعطوك فائدة، يعني تقريبا 1000 ليرة راس كل شهر. رح تعيش مثل البشوات كل حياتك. مفكر بهالوسخ اللي جايب لي اياه بتعوض الشيء اللي سرقته مني؟ صالح أوغلو، أنا جاهز لشو ما بدك. أنت بهداك الوقت ما كانت تعني لك المصاري، بس أخذت اللي بدك إياه وأنا أخذت اللي بدي إياه، صح؟ أنت رحت خطبت البنت اللي أنا كنت حبها وما سألت عن رفيقك أبداً، ومن هداك الوقت سرقت حياتي كلها، صح؟ هالندالة اللي ساويتها معي ما رح سامحك عليها. استنى صالح، اقعد اتفاهم. ايه خطبتها، شو صار؟ ها؟ هي ليكك رجعت تزوجتها وكمان جبت منها اولاد، صح؟ ليش بعدها النار جواتك؟ قول، احكي. لو مانك عرفان حالك غلطان، ما كنت جبت المصاري واجيت لعندي. اتفاهم، طول بالك. لكن ليش اجيت؟ انت بتعرف تماما ليش جايب المصاري. ايه بتعرف. لهلأ ما عم تقدر تنساك. انت مو بس اخذت الشغل تبع التنقيب، انت اخذت امينة كمان. صح انا تزوجتها، بس قلبها مانو معي. شو رأيك بالموضوع؟ صالح هالاسم مو عادلي. خذ مصرياتك، ما بدي منك شيء. استنى صالح، صالح ارجع. صالح يا ريت لو بتفتح هالباب وبتطلع نشرب لنا كم كاس، نقعد شوي ونحكي سوا، وتصير تقلي مشروع المناجم ما رح ينفع معك يا إبراهيم، ما تطلع من جلدك، بس الله يرحمك أحسن شيء. لو عايش كنت أول الشمتانين فيه، الله يرحمك. شيرين جابت لك هالألعاب الحلوة، ليك شوف السيارة. لمين هي كانت؟ هي لبيان مو هيك بابا؟ ورجينا شو في جواتها. أوه طالعيها طالعيها، يلا. بتعرفي الأحسن إنه نعرض البيت للبيع والعيلة مو جواته، يعني منه الشاري بياخد راحته ومنه منرتاح من هالموقف البشع المحطوطين فيه. مو حلوة يضلوا الناس الغرب رايحين جايين ونحن قاعدين. طبعاً مو حلوة، صعب الواحد يبيع بيته وهو قاعد فيه. لسه ما خلصوا تصليح البيت لهلأ، ومو حابة يخلي البنت تشم الغبرة والوسخ. كنا رح نروح على أوتيل بس قال كريم أصر عليه. كريم قال إنه شيرين ما رح تحس حالها غريبة هون، اثنيناتهم رح يسافروا وهيك نحن ما منضل لحالنا. كتير منيح، معقول تروحوا على أوتيل وبيتنا موجود؟ أصلاً أنا حاسة حالي وحدانية كتير بهذا البيت زينب، ما بتتخيلي قديش متضايقة من يلي عم يصير فينا. ما تذكريني ليكي نحن هلأ ما عنا غرف كتيرة هون بالبيت. الأوضة يلي كانت عطيناها لمايا، وعم قول منحط شيرين بأوضة الأولاد وإنتي وحسين بتناموا بنفس الأوضة. جوليا بخنقك بإيدي، مستحيل يصير هالشي. ليش بدي نام معه بنفس الأوضة؟ خلص بنام بالصالون، صالون أرحم أكيد. ما فيكي تنامي بالصالون حبيبتي لأنه كريم ما بيقبل. صدقيني هو اشترط هذا الشرط إنه مهما صار ما بده حدا ينام بالصالون، لأنه لما ما يجي نوم بينزل بيقرا تحت، بيقعد شوي قدام الشومينيه بيتسلى هون، يعني عم تفهمي؟ والله عن جد مو طالع بإيدي شيء، بدك ما تواخذيني يعني زينب حبيبتي. لك تعي لوين رحتي؟ جوليا عم تتنادلي معي مو هيك؟ أنا بورجيكي. بعدين منين طلع لي كريم بالقراية بالليل؟ ليش هيك مانك آكل شي من الصينية؟ ما عجبك الأكل يعني؟ كنت تحب طبخي كتير. ماني مشتهي شي أختي. ما تتولدن إبراهيم، ما بصير هيك، يعني حتى لو مانك مشتهي الأكل لازم تاكل لقمة. افتح تمك لأشوف. أختي مشان الله ماني مشتهي. لا تتطلع، أنت دفشت اللقمة من إيدي منشان ما يلحق خطية أنا أكلت عنك، لأنه حرام نرفض النعمة. إيه فهمت عليكي، الله يرضى عليكي، أنقذتيني من ذنب زيادة. شو وين أسيل؟ أسيل فاتت تنام من بكير، تعبت كتير اليوم، البيت كان معبى غبرة، عزلناه منيح وبعدين طبخنا. هي طايرة عقلها بالجي لهون، ما تأكل همها أبداً. سهيلة شو بتكون عم تعمل يا ترى؟ قال أنا يلي عم بتخلى عنه. ليش هو شو عمل؟ مو هو يلي تخلى بالأول؟ بس أنتي كمان تزوجتي الزلمة اللي بتحبيه، جبتي أولاد وربيتيهم وعشتي حياتك عم تاكلي على كل ضرس لون، وهلأ شو عم تعملي؟ عم أهرب، عم ضحي بكل هاد كرمال كم كلمة من واحد غريب. بس يا ترى حلوة بحقك؟ ايه حلوة سهيلة، كل هالسنين وزوجي مخبي ست تانية بقلبه. ايه بس هو بعد عنك وعاملك بطريقة مو منيحة مثلا؟ لا أبدا. طيب مو حاسة حالك إنك كبرتيها وجرتي عليه زيادة؟ ايه يمكن. أوف كتير صعبة كتير. من جهة بقول لحالي قومي روحي على بيتك، ومن جهة بقول اقعدي وكني هالزلمة ما رح يتغير. سهيلة هي أنا خديجة. ليكي ما رح طول بالحكي، عم دقلك بالسرقة. نحن ضبينا أغراضنا وإجينا نعيش ببيتي اللي بالضيعة، بيتنا الكبير معروض للبيع يا سهيلة، ما ضل معهم ولا قرش، الوضع تعبان كتير، إبراهيم طالعنا من البيت يا سهيلة. أنت شو عم تقولي خديجة؟ عرفانة حالك شو عم تخبصي؟ شو يعني البيت معروض للبيع؟ احكي رح تجلطيني. صدقيني هذا اللي صار مثل ما عم قلك. سكري التليفون هلا وقومي تعي لهون، لا تقولي لابراهيم اني انا اتصلت فيكي، صدقيني الوضع كثير تعبان. يلا سكري التليفون وتعي. ايه تمام 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 خديجة تمام. بيتن حلو مو هيك؟ مظبوط، بس الأوض قليلة لأنه ما في عيلة بهالزمن بتعيش مع الأولاد بنفس البيت، طبيعي يعني. معك حق. نحن كمان أول ما تخلص تصليحات رح ننتقل مع بعض على بيت بابا، هو أكبر من هاد. ما حدا بيعرف شو حيصير، بلكي بتصير معجزة وما نضطر نبيع البيت. هي؟ إن شاء الله بيكون أحسن طبعاً. زينب، أنا وأنتِ هلأ بنفس التخت، وهي بحد ذاتها معجزة. جوليا حسابها معي بعدين. تصبح على خير. تلاقي الخير. تتنصتوا عليهم؟ لا، نحن ما عم نتنصت. نحن شو هالحكي هاد؟ معقول كريم انت؟ يا ربي شو هالعلق اللي علقتها معك انا؟ فوتي قدامي، اسكت حبيبي اسكت، هلا بيسمعوا صوتك. شو بدنا نساوي؟ صار عنا فضول. اصلا حبيبي يلي عم نعمله فيه خير وثواب، فهمت علي؟ انضم لنا لتاخذ ثواب كمان. جوليا انت مسروحه شي؟ جنيتي يا ترى؟ ليش عم تحشي مناخيرك بحياه غيرك؟ فوتي قدامي بس دقيقتين استنى، عم بقول لك فوتي لجوا فوتي. شو هالجنان هاد؟ لا وجايبه بنت صغيره وعم تتنصتوا عليهم؟ لا مو هيك القصة جوزي، ليك شو هن صار لهم زمان متزعلين مع بعضهم، وهي أول مرة رح يناموا بنفس الأوضة لحالهم، يعني أنا كرمال يتصالحوا بقى بس لهالسبب. وإذا كان لازم تنيميهم مثل ما كانوا ببيتنا كل واحد بأوضة. يا الله منك، ليش في أوض يا ترى؟ عنا أوض فاضية بالبيت وأنا ما بعرف فيهم؟ كان نام حدا منهم بالصالون، شو هالشغلة؟ طيب حبيبي انت ما بدك اخوك ومرته يتصالحوا بقى؟ يحن قلبهم على بعضهم ويرجعوا مثل زمان؟ بدك يصير هيك ولا لا؟ بدي، بس بدي يصير هالشي بشكل طبيعي ومن حاله. تمام، اصلا كل شي طبيعي كتير وهذا الموقف صار منه لحاله. فكر فيها شوي، هنن اجوا لعنا على البيت وما في اوض فاضيه، لهالسبب انجبروا يناموا بنفس الاوضه، فهمت علي بقى؟ يعني يلي صار فرصه حلوه وطبيعيه كمان، يعني ما حدا فيهم حس على شي. نتنصت على الباب فوق منا. ايه زودتها كتير كريم، خلص اسكت اسكت والبيس. يا الله منك، اللي ساعة عم بشرح له هو ما على لسانه الا تنصتوا عليهم تنصتوا عليهم، البيس واسكت، رح اندفس انا. شو صار معك؟ ليش درتي لي ظهري؟ لساتني معصب، كملي الموشح. عن جد ليش درت لك ظهري؟ لك بتعرف شغله؟ عن جد انت صاير زلمه كثير غليظ، غليظ عن جد، صاير غليظ وما بتنطق. لك خلص يا مجنونه كريم. بيان، انت كيف اجيتي لهون حبيبتي؟ حبيبتي انت ما قدرتي تنامي؟ تعي لعندي تعي. ايه انا اسفه كثير، صدقيني ما حسيت على بيان كيف طلعت من الغرفه، كنت نازله اجيب مي للاولاد. مو مشكله، خلص حتنام هون الليله، روحي نامي انت. تمام، تصبحي على خير. تلاقي الخير. حبيبتي انت ما قدرتي تنامي؟ يا روحي تعي لحضني لشوف. تعي، برافو عليكي يا حلوة. ايوه نامي يلا. بيان حبيبتي، قولي لي انت زعلانه من شيء؟ لا احكي، انا مراته. ماما ملك مو هون، ما رح تكون معنا لفتره، بس ماما جوليا وبابا كريم وكل اخواتك رح يكونوا جنبك ويلعبوا معك. طبعا. ليك يا حبيبتي، اذا بدك بكره بنرسم رسمه كتير حلوه لماما ملك ومنحطها بالدرج، وبس تجي بتشوفها. بدك؟ استنى. برافو عليكي. وكم قاعده؟ ماشي، غمضي عيونك الحلوين ونامي، رح ضل جنبك يا روحي انت. شكرا كتير كريم. هاي الليلة ما حدا رح ينساها مننا، هي أول ذكرى إلنا نحن الثلاثة سوا، أول وأحلى ذكرى. يعني قلته وريحها كتير، وهي عم بتريحني لأن طفلة مانا عادية. هالمرة مو معقولة. يا الله يا بنتي، بلا ابتسامتك الخبيثة هي، مثل ما نمت مثل ما فقت، ما صار شي بيناتنا. شو يعني ما صار شي بيناتكم؟ ولا شي يعني، ولا حتى بوسة صغيرة هيك يعني؟ شوفي كيف، شوفي لك شو هالحركات البايخة جوليا، بكفي بقى، ما صار شي ولا رح يصير. يي لك شو يعني ما صار ولا شي أبدا؟ لك تفه، معقول كل تعبي راح على الفاضي؟ ما بيصير، بلا زواج ما بيصير. بلا حكي فاضي، شو يعني بلا زواج ما بيصير؟ تذكري ايام اللي كان بدك فرصه لحتى تحكي معه. ايه بعدين قلت لما ارتمي سهيلة. ماما انا جعت كثير، بدي اكل. صباح الخير يا روحي، إيه مو تكرم عيني يا روح قلبي، انت جعتي كثير؟ ليكي انا وماما عم نحضر الفطور إلنا كلياتنا، دقيقتين وبس ورح يصير جاهز. تمام، انت روحي هلا شوفي لي بيان وميمو اذا فاقوا، اذا ما فاقوا فيقيهم انت وجيبيهم لعنا. تمام؟ تمام، يلا اركضي. شو يعني بلا زواج ما بيصير؟ بس زلمه كان جوزك اصلا، ما فهمت عليكي شو اللي رح يتغير هلا؟ قلت لك ما صار شيء، ليكي هدول رح وديهم على السفره وارجع. هربت مني. شو قال ما بيصير؟ روحي احكي هالحكي لغيري. مين اجا من عند الصبح؟ ما حدا اخي، ما حدا، هاد بياع الحليب. تعي فوتي. ما في داعي تقول ولا حتى كلمة وحدة إبراهيم، جيت لأنه ما طاوعني قلبي أتركك بهالفترة الصعبة اللي كل الناس فيها عم بيحاربوك ويوقفوا ضدك. أنت بعمرك ما عيشتني القلة، وأنا أجيت هلأ لوقف جنبك، هذا كل شيء. مو وقت البكي هلأ إبراهيم، بيجي وقته بعدين، لا تبكي هلأ، أنا جنبك ورح نبقى مع بعض ونطلع من كل هالمصايب. سهيلة خانم، ألف الحمد لله، الحمد لله والشكر لك يا ربي. طالما رجعتي ما عاد حدا رح يسترجي يوقف قدامنا بقى. احكولي لشوف شو قصة بيتنا؟ البيت عرضنا البيت للبيع، يعني اضطرينا لأنه ما في ولا بنك رضي يعطينا قرض سهيلة. عايشة؟ نعم كلهم أكلوا مو هيك؟ ايه كلهم أكلوا، لا تشغلي بالك. أوبا مرق الفطور على خير، هم ونزاح عن قلبي. جيبي طبخها وخلصي من هالسيرة، بهالفشل يلي أنت فيه كيف بدك طعمي كل هالولاد كرمال الله فهميني. ما تذكريني مرت أخي، كل يوم بنطلب من برا، حاسة معدتي عفنت من الأكل الجاهز. قال معدتها عفنت؟ حاجة بربري وتمك مليان أكل، ناكرة المعروف. شو فكرة عم جيب أكل حي الله يعني؟ من أفخم المحلات، هو بعدين أكل نظيف وطيب كتير، عم تفهمي؟ يلا كملي أكلك وأنتي ساكتة. منيح ولا لأ؟ بضل أكل جاهز. يا الله منك، أنا كنت رح جيب طباخة على البيت بس ما قدرت، عن جد يعني ما قدرت أقبل على حالي، فهمتوا؟ المسألة صارت مسألة شرف بالنسبة لإلي يا بنات، ولازم فك شيفرة الطبخ، أولاً بصفتي أم، ثانياً بصفتي إنسانة عندها 3 أولاد، لك لازم كون بعرف الشغلات الأساسية على الأقل. أمي توفت بعمر صغير، ما تعلمت منها شي، شو أعمل؟ الله يرحمها. يرحم أمواتك، ماتت بعز شبابها وأنا كنت صغيرة، بوقتها ملك هي اللي كانت تطبخ كتير منيح، وطالما ملك بتعرف تطبخ ليش لحتى أنا تعب حالي مو هيك؟ بعدين فتت على الجامعة وقضيت عن النقرشات والأكل الجاهز، إيه ما كنت بدي أتعلم، هيك كانت ظروفي. مايا لا تتزوريني. سجلي كورسات مرت أخي. كورسات؟ عندي خبر غير شكل، اتصلت عمتي خديجة، ماما راحت على الضيعة وقالت له لبابا ما بقدر أتركك بهيك فترة. ألف حمد وشكر، وأنا لازم روح على الضيعة كمان، بحياتي ما رحت، حابة أشوف المنطقة هوني. وشو مشان المدرسة يا روحي أنتي؟ المدرسة؟ وإذا أصلاً خلصنا المنهاج والكل مركزين على فحوصها هلأ. يعني مثل ما لازم تعملي أنتي بالضبط، عدي وركزي على امتحاناتك ومستقبلك، أصلاً هن لازم يضلوا لوحدهم شوي، لأنه هالمرة حسابهم لبعض رح ياكل وقت أطول. إيه مظبوط، ونصيحة مايا، تعلمي وانفدي بجلدك يا بنت، شوفي نحن فلسنا. لأنك قلتها وأنت عم تضحك صارت نكتة مو هيك؟ إيه زينب، ليكوا يا جماعة، أنا جاي على بالي المشاوي، رح روح وحضر المنقل وعلى مهلي. شو منقل؟ شو هاد؟ عم ينزل مطر، ما في داعي تعذب حالك، خلص بنطلب أكل جاهز من برا بلا وجع القلب. هذا مطر ربيع ما بيأثر، ساعة ساعتين وبيروحوا، غير هيك أنا لقيت مكان محمي برا، والمنقل هنيك ما بيصيبوا المطر أبداً. بس ليكي زينب، خلينا نحضر كل شيء قبل ما نطلع، ماشي؟ وجاي على بالي بطاطا مقلية كمان، بس مو بطاطا جاهزة من السوق، انتوا قشروا بطاطا وقطعوها منيح وعملوا لنا صحن سلطة كبير، وانتوا حضروا لي سياخ اللحمه كمان، حتى اول ما يجهز المنقل حط السياخ عليه فورا. ايه تمام معلم حسين. لحظه لحظه، شو رايكم تهدوا شوي سلاله جوهر؟ يعني بدكم 3 وجبات، لازم يكون في اوقات بين الوجبات. اصلا لسه سفره الفطور ما انقامت من على الطاوله، انتوا امتى وكيف وصلتوا لسيره الغداء؟ يعني عن جد ما عم بستوعب. عم تتعذب لانه بعد ما اجينا على هالبيت حتى عرفت انه البشر الطبيعيين بياكلوا 3 وجبات باليوم. خساره. دخيل قلبها وروحها شو بحبها، مرت اخيل حلوه القمر. ليكي حزري شو بدنا نعمل هلا؟ أنا رح أقشر البطاطا، خلص البطاطات عندي، ومرت أخي زينب بتحضر أحلى صحن سلطة، وإنتي اليوم بترتاحي. عن جد مايا؟ إيه؟ إيه شو هالطيابة هي كلياتها؟ طيب قيموا السفرة كمان، رح أطلع أعمل رياضة أنا. بس إيه؟ المسويات على العشاء بدنا رز وكفتة وفاصولية، لأنه أنا مشتهي فاصولية بزيت كتير، شو رأيك ما بتاكل؟ إيه أنا اللي باكل. بتعرفوا كيف الفاصولية بزيت بتطلع أطيب على المنقل، بما أنه الغداء رح ينعمل على المنقل، حطوا الفاصولية تبعكم كمان على المنقل وشوها بطريقكم. خلصنا أنت وياه حاجة تستلموها، أنت ليش لساتك واقف؟ مو على أساس كنت رايح مشان تحضر المنقل؟ ما تاكلي هم بدقيقتين بيجهز، لك أنت ما خلصتي أكل؟ ماني مطولة. يلا مايا أكلتي الطاولة كلها. Sen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez isterim, uğruna savaş vermediysen sevilmeden de sevmeyi, neyi ölçülediğini bilmeyi, acı da olursa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen sanki seni boğar gibi sanki yeniden doğar gibi sanki zaman zaman ölür gibi acısını çilesini çekmeliyiz hani büklüm büklüm boynunda hani paramparça ruhunda hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi hani büklüm büklüm boynunda hani paramparça ruhunda hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi اعمل لنا صحن سلطة مع صوص ليمون وزيت زيتون وجيب لنا اياه قبل كل شيء، يلا بسرعة ابني. تكرم يا ابني. شو كل هالاكابريه الليله؟ انت ملكتيني الدنيا سهيلة، مع انه كان ممنوع نحكي بهالموضوع اسمع بس إبراهيم، نحن من زمان لما كتبنا كتابنا وعدنا بعض انه رح نكون سوا على الحلوة ايه والمر. صح انا ما بخلف وعدي ولهالسبب رجعت. بفهم من كلامك انه ما ضل في بقلبك محبة لإلي ورجعتي بس كرمال وعدك مو هيك؟ بلا بحبك لسه، بس المرأة إذا انكسر خاطرها ما بتقدر تتحكم بقلبها بنوب، بسكر قلبها على اللي جواته. اه مزبوط، بسكر قلبها فهمت. انا بوعدك قد ما ضل لي ايام بهي الدنيا وطول ما في جواتي نفس رح اعمل اللي بقدر عليه وعوضك عن كل الايام السوداء اللي شفتيها معي سهيلة. ما عندي شك، أنا متأكدة كتير من هالحكي. تتذكري؟ لما انتقلنا على اسطنبول رحنا تفتلنا بالسوق المصري واشترينا عصفورين، بتتذكريهم شي؟ بتذكرهم طبعا. وقت البياع حط هالعصفورين بكيس ورق، انت فورا تلبكتي وفتحتي لهم فتحة صغيرة مشان يقدروا ياخدوا نفس منها، وهالفتحة كانت صغيرة مشان ما يقدروا يهربوا، بس هي كفيلة انه تخليهم عايشين. وانا مستعد كون مثلهم، بستعد أعيش على شوية هوا مثل هالعصفور جوات الكيس، بس المهم تسامحيني. خلصنا إبراهيم، لسه كم مرة بدك تسمعني هذا الحكي؟ يعني ما بظن رح تسمعيه كتير، لأنه العمر ما رح يسمح. بعيد الشر عن قلبك. أنت لحالك الختيار، مو أنا. ايه يا صبايا، بكره انا وكريم ما حنكون موجودين. شو ما رح تخافوا؟ لانه البيت عن جد برني مقطوعه، ما هيك؟ لا، المنطقه امنه كتير هون، بس لازم تديروا بالكم منيح. غزلان، دببه ممكن يطلعوا لكم، تمام؟ ممنوع تتركوا اكل برا. ايه اخي، عن جد في دبب بهالمنطقه؟ ايه شبك حسين، ليه عم تضحك؟ انا شفته بعيوني. شبك كريم، ليش عم تخوف البنت بهالليل؟ ما في لا دببه ولا شيء، بعدين انت اي حدا بيحكي الشغله بتصدقيه فورا. لا تخافي حبيبتي، هون امان كتير. اخي ليك لما توصل على الهند بدي تجيب لي من فساتين البنات اللي هني. وانا كمان كلهم الوان حلوين كتير. بدي واحد اخضر وزهر مع بعضهم. وانا بدي كريم، جيب لي الي كمان. شو رايكم بنلبسهم ومنصور كليب هندي ومننزله على الانترنت؟ لا كريم، اصحك اصحك تعمل هيك عمله مو منيحه. حاجه العناوين بالاخبار وصفحات الانترنت تبع افلاس عيله جوهر، ما بدي شوف خبر كمان كناين جوهر وفيلم بوليود القادم. دخيلة لا تتهور وتجيب له شيء. دقيقة بس، ما عرفت أي فساتين هدول؟ ثانية أخي لورجيك. إيه مايا ورجيها. ما عرفتون هدول الفساتين اللي بيلبسوهم بالأفلام وبيشيلوا شيء على هدول. خلاص يا صبايا لا تتأملوا بهيك شيء. شوف رح يلبقوا علينا كتير. خالصين؟ شو عم يعملوا هدول؟ ليكو ليكو جوليا، والله طلعت مو قليلة هالجوليا. رح تجيب لنا فساتين هندية ونحن رح نرقص هيك يا جوزي. رقص جوليا الهندي لأول مرة في بوليوود. هي أخي ورد وشو ما شاء الله. قلت لكم إنه ما بتقدروا تبعدوا عن بعضكم أبداً. سهيلة بنت أصول عرفانة إنه رح ترجع. إيه طبعاً أختي، بعدين الضفر ما بيطلع من اللحم. يلا فوتوا على أوضتي، يلا حطيت لكم شراشف جديدة. أنا رح نام مع أسيل وإنتوا ناموا مع ريحة اللافندر اللي بتطير العقل. يسلم أختي. يلا سهيلة، أنا صلي فترة ما دقت طعم النوم، تعرفيني ما بقدر نام لحالي. ما في داعي للمبالغة، وإنتي لا تنزعي نومتك. خلص أنا رح نام مع أسيل. اللي عملتيه رجعي اعمليه كمان. شو هو؟ هداك اللي عملتيه أو تبع الهند. عجبك رقصي يعني؟ ايه كنتي حلوة كتير فيه. ماشي خلاص، رح أعمل كم حركة كرمالك. ليك 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 كيف بيطلع معه. طيب شو بدي أسألك، بتعرفي كيف تعملي مثل هالحركات بس بخصرك؟ ايه طبعا. شوف كريم، لما بيتحركوا الايدين سوا بشكل اوتوماتيكي بيتحرك الخصر وبيدخل على الخط فورا. ايه طبعا. وقفي شوي، ما قدرت اتخيل الصورة، ورجيني. كريم كريم طيب شو بدك عند المسا؟ والله ميتة من تعبي. شو بدك مني هلا؟ بدي نام وريح جسمي، مو ناوي تريحني لا ليل ولا نهار انت؟ بدك قوم استعرض لك لتروق حضرتك؟ لك ايه والله يا ريت. قومي رقصي وخلصيني. كريم كريم خلص بقى، خلص هلا حدا بيسمعنا. طيب معناتها شو راح اعمل؟ خلص انا مو مسافر بكره، ببقى بتفرج هنيك. وعلى شو بدك تتفرج بقى؟ رد على شو بدك تتفرج يا استاذ؟ اذا مصمم تتفرج شرف تتفرج علي، انا مرتك حلالك. ها ها برافو، مبسوط هلا هيك؟ مو هذا اللي بدك اياه؟ هي رقصت لك. دقيقة بس، ما قدرت شوفك منيح، بتقدري تقربي علي وترقصي لي كمان؟ ايه مو تكرم عيونك، وبدون ما حدا يسمعنا كمان رح ورجيك الرقص على اصوله. تعال اقول لك لا تحت الشرشف لشوف، تعال اورجيك. تعال هون الخصر وهون الايدين عم يتحركوا مع بعض، شايف كيف؟ هي عم برقص لك منيح. ما تقتليني بس. جوليا، البراد عم يصفر صفر، ما في جبنة حتى، ضل عنا خبز شي؟ خبز؟ لا ما في خبز، يعني أنا طالعت الخبز كله مبارح وأكلناه كله. آخ، ليكي أنا لازم آكل شي بسرعة لأنه نزل السكر عندي ودخت، ما عاد أتحمل سلفتي، والله ما عاد أتحمل. طيب رح دق للسوبر ماركت فوراً ليجيبوا لنا أكل، حتى ما في داعي أتصل بحدا، خلونا نروح نفطر برا بشي محل. صباح الخير. صباح النور. إياه صباح النور. لا يا جماعة ما في داعي أبداً تروحوا تفطروا برا. في عندك سكر؟ في. طيب في زيت قلي؟ في. ليش واقفة لك؟ شو بدك أعمل مقالي من وش الصبح؟ لا برك، وهدول العجين والحشوة. كلك ذوق عن جد، بس ما قلت لي كيف اجيت لهون انت؟ بالباص. كيف بدي اجي يعني؟ بس الموقف بعيد كثير عن البيت، الي نص ساعة عم بمشي، انمحوا كعوب رجلي وانا ماشي، هي حارس زناجيل، شكله من هيك ما حاطين مواقف كثيرة. كنت اتصل كنا بعتنا لك سيارة تجيبك. دخيلك اتركينا من السيارة وقومي حطي الشاي عنا فورا، يلا، وانت جيبي لي صحن او زبدية. يلا. ايه تمام يلا، يلا. حاضر. بشرفك استعجل، اياد جوعان. حطيه حطيه. هي مقلاية. هات المقلاية هاتيها. جوليا وين الشاي؟ عندك بآخر درفة، افتحيها بتشوفيه. تمام. يلا. وين الأولاد؟ شو لساتهم نايمين؟ لا معقولة فاقوا. ولك طيب اليوم بيان ما عندها مدرسة؟ بلا، رح تروح، ليك عايشة عم تحضرها هلا، الأوتوكار بيجي بعد شوي. عايشة. بس يعني معقول هالأولاد يروحوا على لحم بطنهم على مدارسهم؟ والله مو حلوة. بيان بتاكل كورن فليكس بالحليب، طعمتها أول ما فاقت. لك معقولة تشبع من الحليب؟ هي طفلة صغيرة وبدها أكل منيح، أنتوا أمهات أنتوا. ما تخلي خلقك يطلع علي من الصبح، أنا بغذي ولادي عال العال، لا تاكل هم أنت. ولك خلص أسعوا هيك، خلوني أشتغل بقى، بعدي لساتك واقفة قدام الغاز، بعدين وين المواد؟ ما قلت لك بدي زيت وسكر، بعدين أنت كمان بعدين لا تصرخ علي، أصلاً أنا نازل السكر عندي. وكمان ما صبيتي مي بالإبريق، شو هالنسوان هدول؟ وقف شوي، حط زيت بالمقلاية. ايه؟ يلا ضلي عم بتصبي لحتى أقول لك وقفي. ولك شبك صبي، ما تتباخل، البرك بدهم زيت كثير جوليا. شبك عم صب. طيب تمام يلا. العجين 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 العجين، وينه 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 وينه؟ السكر عندي نازل بالأراضي. لأنه اشتغلتي وتعبت كثير صراحة، الله يعطيكي العافية. بعدي من هون بعدي، قلت لك بدي الصحن غبي، شبكي وين الصحن الغبي؟ خلص لسه ما فقت منيح، بوس ايدك لا تعلي صوتك أكثر إياد، خلصنا. ولك حاجة تحكي بقى، روحي أعطيني زبدية غميقة غميقة تكون إيه؟ زبدية زبدية زبدية. يلا بقى هاتي الزبدية شبكي. حاجة تعيط علي، مو قادرة أركز هيك. استغفر الله العظيم. هي بيمشي حالها. إيه تمام تمام هاتيها هاتيها. طيب وين عيشة خانم والأولاد؟ يعني ما شفتهم لساتهم نايمين يعني؟ شو بدك بعيشة أنت؟ عيشة قاعدة فوق مع الأولاد. لك ما بدي شي منها، بس مشان أحسب حسابها بالأكل بس هيك. فهمت عليك؟ عمال وكتر، عيشة رح تاكل كمان. إيه ماشي،